السلام عليكم، كيف حالكم أحبتي؟ أتمنى من الله أن تكونوا بألف خير. تحياتي لكم جميعا ولجميع مربين طيور الزينة وطيور البرية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم عن كنار الأحمر، كنار الشكل، وبالخصوص كنار الأحمر الريد فاكتور الإيطالي وكنار الأحمر شيميل. وسنتكلم عن مواصفات الريد فاكتور ومواصفات طائر شيميل، وكذلك عن التزاوج الصحيح وكيف أنتج طائر الريد فاكتور، وما هي الأغذية الطبيعية التي يمكنني أن أقدمها للطائر لأحصل على لون أحمر جميل. فلنبدأ على بركة الله. يعتبر كنار الأحمر من كنار الشكل، وكذلك هو له صوت جميل. ومن أشهر أنواع كنار الأحمر كنار الريد فاكتور وكنار شيميل. أما بالنسبة لأول ظهور للطائر كنار الأحمر، فهو هجين بين طائر السيسكن البري وطائر الكنار، وقد تم العمل على تثبيت اللون الأحمر في طائر الكنار لكن دون جدوى. فطائر السيسكن في البرية يأكل بذور ونباتات وفواكه تجعل اللون الأحمر مثبت عنده، فلهذا إن أردت أن تحصل على كنار أحمر بلون قوي وجميل وبراق، فيجب عليك أن تقدم له إما خضر وفواكه تحتوي على صبغة اللون الأحمر، أو تقدم له أدوية ومواد مصنعة، وهذا سيعطيك لون أجمل وناصح، لكن قد يلحق بعض الأضرار إن أخطأت في الاستعمال. بالنسبة للأغذية الطبيعية، فيمكنك أن تقدم للطائر الشمندر، يعني الباربا، أو الجزر، أو الفلفل الحار، أو القرع أحمر، أو البطاطا حلوة. أما بالنسبة للأدوية والمواد المصنعة، فأنصحك باستعمال أفضل منتوج وهو الكانتاكس. مواصفات كنار الريد فاكتور الإيطالي. من أهم المواصفات التي يعتمد عليها مربون طائر كنار الريد فاكتور أن يكون أحمر ناصح، والديل أبيض، والجناح نصفه أبيض. أما بالنسبة لطائر شيميل الأحمر، فهو يكون بريشة بيضاء وريشة حمراء. وإذا أردت أن تزاوج كنار الريد فاكتور الأحمر الإيطالي من أجل الحصول على نوع ممتاز، فاتبع معي هذه الخطوات. أما للتزاوج الصحيح للحصول على فراخ الريد فاكتور، فيجب عليك أن تزاوج كنار الريد فاكتور مع كنار شيميل، وهذا التزاوج سينتج عليه فراخ نصفها ريد فاكتور ونصفها شيميل. ولن تحصل على فراخ ريد فاكتور بغير هذا التزاوج، فلا يمكنك أن تزاوج ريد فاكتور مع ريد فاكتور أو شيميل مع شيميل، فلن يعطوك ريد فاكتور. هذا هو التزاوج الصحيح، ريد فاكتور مع شيميل، وغير ذلك لن تحصل على طائر الريد فاكتور. ولا تنسى تقديم الخضار والفواكه التي ذكرنا للحصول على لون جميل، أو استعمال الكانتاكس بشرط أن تقدمه قبل التزاوج بأسبوع وبعد الفقس بخمسة أيام. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح طريقة إنتاج الريد فاكتور. حظ موفق للجميع، ودمتم في رعاية الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.